مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. سابقا كنت درت معكم لا ديكوراسيون ديال نوغا لي ساشي د نوغا. هاد المره غادي نديرو لا ديكوراسيون بالدونتيل. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. كيف ما كتشوفوا هادي هي لا ديكوراسيون اللي غادي نوجدو اونصامبل. اول حاجه غادي نحتاجو لي ساشي د نوغا، الدونتيل، الغوبون والعقيق. كيف ما كتشوفوا كنعبروا الدوره ديال الدونتيل. كاين جوج ديال الطرق ديال لا ديكوراسيون. هذه هي الطريقه الاولى. كيف ما قلت لكم كندورو الدونتيل على ساشي ديال النوكا كامل، كنلصقو مزيان. هادو دي نو ديال الغوبون. غنخلي لكم لو ليان ديال لا فيديو فين حضرتها معكم تحت لا فيديو. كنلصقوها بالبيستولي ومن بعد كنديرو بيغل من الفوق. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اننا كنزوقو غير من الفوق بالغوبون، ماشي ما كندوروش على الساشي كامل. كيف ما كتشوفوا قطعت غير هذاك المغصول اللي غادي يقطني من الفوق. غادي نلصق لو نو ديال الغوبون من الجنب وغادي نلصق فوق منه لا بيرل. وها هو الساشي ديالي قاد. ها هو من بعد ما كملت لا كونتيتي ديال لي ساشي ديال نوغا كاملين. كيف ما كتشوفوا لا ديكوراسيون ديالهم كتجي غزاله وزوينه وما كتاخذش منا مجهود كبير. نقدروا اننا نحضروها في البيت ديالنا، ما محتاجينش اننا نشريهم ديكوري. ولا كيف ما كتشوفوا هذا انا التحضيرات ديالي البوفيه ديال نيسونس ديال بنيته. يعني كلشي اكسيسيبل وكلشي نقدروا نصايبوه في البيت ديالنا. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي دودي كوك باش يوصلكم كل جديد. وتحت من لا فيديو غنخلي لكم لو ليان ديال لا فيديو ديال البوفي باش تشوفوه وتقولوا لي الراي ديالكم في كومونتير.